في القدس لا سلطة للسلطة الفلسطينية عليهم. نعم. طرد من ترغب وفق إجراءات خاصة بهم، وأبعدت من مدينة القدس إلى الضفة الغربية عشرات الآلاف. نعم. هذا من ناحية. الآن تأتي إلى المسلسل الآخر أمام أعين السلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو. نعم. وتقول هناك ما يزيد على 800,000 فلسطيني في الضفة مسجلون في قطاع غزة أو شيء من هذا القبيل، ويجب ترحيلهم إلى القطاع. ثالثا، سوف تعمد القوات الاحتلال إلى تصنيف كل الوافدين من الخارج الذين جاءوا مع منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ اتفاقية أوسلو. سوف تعمد إلى جعلهم متسللين. وعند ذلك أنا أذكر الأخ فايز أبو عيطة أن بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية أنفسهم، وربما يكون الكثير من المسؤولين فيهم، معرضون للإبعاد تحت دخول متسلل. إن السلطات كلها موجودة في احتلال مكثف. هذا صحيح، لكن ينبغي أن نعلن هذه الحقائق لشعبنا ونقول له إن اتفاقات أوسلو لم تعطي شيئا ولم تقدم لهذا الشعب سوى الاستيطان والترحيل والإبعاد، وسيصل هذا الإبعاد أخي الكريم يعني نقاط إلى رئيس السلطة الفلسطينية. نقاط مهمة أضأت عليها سيد تحسين الحلبي، أريد رد منك دكتور فايز أبو عيطة، ورد على سيد فوزي برهوم الذي أشار أن هذا القرار ما كان ليتخذ بحق فلسطيني الضفة لو لم يكن هناك من تواطؤ بين السلطة الفلسطينية وبين سلطة الاحتلال الإسرائيلي. يعني أولا الرد على السيد برهوم والرد على السيد الحلبي في آن واحد، لأن كلاهما يتحدث بنفس اللغة ويحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية. أنا أقول هذا النهج الخطير من أن البعض على الساحة الفلسطينية يحول كل اشتباك مع الاحتلال إلى اشتباك مع السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى اشتباك فلسطيني فلسطيني، وهذه الخطورة. هؤلاء لا هم لهم إلا مهاجمة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنه يبدو لي حقيقة لا مشكلة لهم مع الاحتلال، لا مشكلة لهم مع الاحتلال بالمطلق، وكأن الاشتباك داخلي فلسطيني فلسطيني. نحن نقول هنا ونحن في الضفة الغربية، وأنا أيضا من المعرضين لهذا القرار لأنني أتحدث معك وأنا من مواليد غزة، نحن باقون على هذه الأرض، يعني سيتم الغربية وقطاع غزة وشرق القدس وأراضي الأراضي الفلسطينية، لأنها كلها بالنسبة لنا وحدة واحدة. نحن إما جيد دكتور فايز أبو عيطة، بما أنك أشرت بأنك من الذين سيشملهم قرار الإبعاد لا سمح الله، هل الرد على هذا القرار سيكون ببيانات التنديد، ببيانات الشجب، ببيانات الاستنكار، أم بالرد بخطوات سياسية واضحة المعالم؟ السلطة الوطنية الفلسطينية ستتخذ كل الخطوات السياسية التي من شأنها إحباط هذا القرار أختي العزيزة، لكن أنا أود أن أشير أو أسلط الضوء على جانب مهم من هذا القرار. أولا، يريد تفريغ الأرض الفلسطينية كما يريد أن يستمر في سياسة الاستيطان من أجل التهيئة لعدم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وأيضا يريد أن يكرس الانقسام. طيب، على هل من ضمن هذه الخطوات التي نتحدث عنها دكتور فايز أبو عيطة لو كنت تسمعني، ستعملون إلى تعليق التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ هل نفهم ذلك؟ لو سمحتي، لو سمحتي، أنتم تزجون يعني تضعون الأمور تتداخل. الآن نتحدث في موضوع مهم جدا، التنسيق الأمني التي تتحدثين عنه. السلطة ليست وظيفتها أن تنسق أمنيا مع الاحتلال، السلطة مهمتها الأساسية أن تحمي شعبها الفلسطيني. أنا أقول طالما الاحتلال يريد بهذا القرار أن يكرس الانقسام على الساحة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكأن كل من يقطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة من جنسية أخرى، علينا أن نرد عليه بالوحدة بدل مواجهة بدل مهاجمة السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذه دعوة إلى حركة حماس أن ترد على الاحتلال الإسرائيلي وأن تذهب للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية كما فعلت حركة فتح، حتى نواجه الاحتلال الإسرائيلي بوحدتنا. طيب، ونحن أقوياء وشعبنا موحد ونتمكن من إحباط كل المشاريع الرامية إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية. ما هو الرد الطبيعي على الاحتلال أختي العزيزة وليس مهاجمة السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سيد تحسين الحلبي الدكتور فايز أبو عيطة يقول أنه
يتم الرد على هذا القرار الصهيوني العسكري بخطوات سياسية جادة، منها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وهنا سؤال يعني يطرح نفسه، في نهاية الأمر في حال تمكنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذه، ما أخطره على الهوية الفلسطينية وبالتالي على الطابع الديمغرافي؟ نحن نتحدث عن قرار يبدو كنكبة. يعني بيقولوا اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. قامت قوات الاحتلال خلال أعوام ماضية بترحيل مئات من الفلسطينيين تحت حجج أمنية سياسية من الضفة، ووضعتهم في قطاع غزة. وهناك موجودون الآن في قطاع غزة. فماذا فعلت في ذلك الوقت؟ لم تفعل ولم تستطع أن تفعل شيئا. بالتالي ما الذي يمكن أن تفعله إذا قامت الآن شاحنات الاحتلال وحملت عدد وسجنت عدد؟ ما الذي ستفعله؟ أنا أقول على السلطة الفلسطينية يا أخي الكريم أن تعلن منذ الآن أن هذه الاتفاقات وأن العصيان المدني ينبغي أن يبدأ منذ الآن. بالأمس هوجمت الأماكن الإسلامية المقدسة في مدينة القدس، وبني كنيس الخراب، وستبنى كنس كثيرة، وقام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في القدس المحتلة ليطالب بأجزائه. ماذا فعلتم أنتم؟ يعني مسلسل الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات وحق الشعب الفلسطيني مستمر. في هذا الإطار يعني السيد محمد دحلان يقول أن إسرائيل ستتحمل تبعات الإقدام على تطبيق هذا القرار وتنفيذه، بالنظر إلى تاريخ مسلسل انتهاكات العدو، هل يأخذ الكيان الإسرائيلي هذا الكلام بعين الاعتبار؟ يعني أنا أتمنى أن تبدأ السلطة الفلسطينية بإجراءات عملية. كنا في الأسر أيتها الفاضلة حين نواجه من السجان بمثل هذه الإجراءات، نضرب عن الطعام حتى الموت. فالآن أنا أدعو السلطة الفلسطينية إلى الإضراب عن التعاون مع كافة أجهزة وقوات الاحتلال ريثما يلغى هذا القرار. عند ذلك سأرفع القبعة للسلطة الفلسطينية إذا أعلنت الإضراب والعصيان عن التعاون مع قوات الاحتلال. إذا نختم مع دعوتك سيد تحسين الحلبي إلى العصيان الشعبي الفلسطيني لقطع أي تعاون مع الاحتلال الصهيوني ردا على هذا القرار العسكري الصهيوني. شكرا في ختام هذه الحلقة من تحت الضوء للسيد تحسين الحلبي من دمشق، للدكتور فايز أبو عيطة من رام الله، ومن غزة للسيد فوزي برهوم على مشاركتكم معنا. وشكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم. تحياتي.